شوف، هو سبب تنظيمي اكثر من اي حاجه. علاش؟ لان كانوا شي مشاكل في الاول على حسب الكايت شارج ديالهم، وعلى حسب النظام ديالهم، النظام الاساسي ديالهم. على اساس حنا نورمالمون خص تخلص واحد 80 ديال الدولار ديال اللوجمون ديال كل لاعب، يعني 80 ديال الدولار الا جينا نضربوه في 10 ايام في 20 واحد، يعني كيعطي واحد المونطون اللي هو كونسيديرابل بالنسبه لنا حنايا مع لي سبونسور ديالنا ومع لي كولابوراتور ديالنا. استطعنا نوفروا الاقامه واستطعنا هذا، ولكن هما بالاساس ما تقبلوش هذه القضيه هذه، وقالوا لنا لا خصكم تدوزوا على الجامعه العربيه. حنا في هذا وقعوا ايام وقعوا الشهادات، وقعوا كاين محاولات باش نقدروا نتغلبوا على هذا المشكل هذا. هضرنا مع الجامعه في شخص الرئيس مصطفى عوراش اللي هو الى كولابوري افيك نو، واستطعنا نحلوا هذا المشكل هذا. ولكن المشكل كان مع الجامعه عاوتاني، لان بالدلو بالانسحاب ديال الفريقين ديال العراق، لانهم ما قدروش يلتحقوا بالبطوله، بدلوا البروغرام ديال البطوله على اساس حنا كنا غادي نلعبوا في 7 في الشهر. صدق جعلونا نلعبوا الماتش الاولاني بلو 6. حنا كنا ديجا عملنا البروغرام ديالنا على اساس لان كاين البنات اللي خدامات، كاين الناس اللي كيقراو، ما يمكنناش كنا نسافروا النهار ديال الماتش نيت اللي توقع النهار ديال الماتش لافاي ديال الماتش. الور ما يمكنناش حنا نوصلوا نمشيو نلعبوا افتتاح بلا لعيبات ديالنا. ومع الجامعه العربيه هي عندها التزامات، لان على حسب لا تيليفزيون داك الشيء ما قدروش يبدلوا التوقيت ولا تاجيل المباراه النهار الثاني بحال اللي كان بروغرامي قبل. اسكو في ما وصلناش لواحد الحال واضطرينا حنايا للانسحاب.